الطيران أصبح أكثر من 11 ساعة. بالتأكيد لا يستطيع الطيار العودة إلى مرة أخرى إلى إسلام أباد، لأنه الوقت انتهى، وقته انتهى ودخل في مرحلة نسميها إحنا الكروفاتيك، اللي هو الإرهاق والإجهاد. فبالتالي لن يعرض نفسه ولن يعرض الآخرين للخطر. فما قام به الطيار هو إجراء صحيح، ولكن نقل الخبر فيه شيء من الخطر.